النشرة الاقتصادية من القدس .com. أهلا بكم. أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني انخفاضاً في كمية الزيت المستخرج من الزيتون المدروس في فلسطين خلال الموسم الماضي بنسبة 23% مقارنة مع موسم عام 2012، حيث وصلت كمية الزيت إلى قرابة 18,000 طن. أعاد رئيس سلطة المياه دكتور شداد العتيلي الاثنين التأكيد على أن توقيع الجانب الفلسطيني على اتفاقية مشروع تحلية مياه العقبة نهاية العام الماضي يأتي لتحقيق مصالح أردنية، وأضاف العتيلي أن الأردن سيحقق فائدة من المشروع الذي تعد إسرائيل طرفاً ثالثاً له، يتمثل في حصولها على كمية سنوية محددة من المياه المحلة. رغم استمرار الجدل في الأردن بشأن إعلان حالة الجفاف في البلاد، ظهرت على السطح مؤخراً أزمة عنوانها توجهات حكومية لرفع أسعار المياه على القطاع الزراعي في بلد يصنف بوصفه واحداً من أفقر 3 دول في العالم في مصادر المياه. ونفذ مزارعون في وادي الأردن اعتصاماً قبل أيام في منطقة الأغوار الشمالية رفضاً لتوجهات الحكومة لرفع أسعار المياه. ساد الهلع الأسواق بسبب احتمال تدخل روسي في أوكرانيا، مما يهدد بعزل موسكو عن الاستثمارات الخارجية التي تحتاج إليها بشكل حاسم لإطلاق نموها الاقتصادي. وتراجع المؤشران الرئيسيان في بورصة موسكو بحوالي 10%، بينما سجل تراجع سعر صرف الروبل أرقاماً قياسية أمام اليورو والدولار. وأخيراً أسعار العملات مقابل الشيكل.